الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس القصير عن جهاز الماسح الدماغي بالرنين المغناطيسي الوظيفي. يستخدم هذا الجهاز لرصد العمليات التي تتم في الدماغ، وقد اكتشف العلماء أن الدماغ يكون في أفضل حالاته الطبيعية عندما يكون الإنسان صادقا ولا يخطئ ولا يرتكب الأعمال السيئة. لذلك قالوا أن الدماغ مبرمج ليقوم الإنسان بالأعمال الحسنة، أي الفطرة على الفطرة السليمة الذي خلقها الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.